ودعينك وباكر نسافر لهنا محلفينك العودة يا حسين اكتب لنا لا تجعله آخر العهد منا لزيارتك ارزقنا يمك نبقى خدام بالنسبة للخدمة خلصت خلال يعني بصراحة مو 10 أيام منها لحظات عندنا فوصلت من المرحلة البارحة سولف يقول له اكو تمديد من قبل المرجعية خدمة الإمام الحسين طبعا هي خدمة نفس الوقت معجزة معجزة لا هي تدم للفاو لا كربلاء الساعة آلام كل احنا ما بدنا حتى نروح لأهلنا لأجل من لأجل الحسين والمسيرة الخالدة العظيمة وإن شاء الله العودة خدمتنا انقضت كل من يروح الدار كل من يروح الدار وحشة درب قبرك يظل يبكي على زواره يبكي على زواره كل خادم يرد الهلا وبقلبتي الهب نار خدمة الإمام الحسين وخدمة زوار الحسين شرف لنا الحمد لله احنا خدمنا زوار ونسأل من الله أن يتقبل أعمالنا ويتقبل خدمتنا ويتقبل زيارة الزوار وإحنا الحمد لله صار لنا تقريبا 12 يوم هنا بالزيارة بالمواكب جاي نخدم الزوار يعني شو أقول لك يعني وقت مر علينا مثل البرق الحمد لله هاي 12 يوم ما حسينا بيها خدمة الزوار ليل ونهار ما لذة وطاب الحمد لله كادر وشباب ونساعدنا كل شيء بخدمة الزوار بس أقول لك نحمد الله وشكره خلصت ما حسينا بالوقت نخدم الزوار حلفينك العودة يا حسينك شباب الأخير أسمع صوتكم مدعينك مودعينك مباشرين والله شعور لا ينوصف والحزن بداخلنا والألم بداخلنا ولكن هذه هي الحياة وإن شاء الله نسأل من الله أن يتقبل منا خالص الأعمال وأن يطول بعمرنا وينطينا الصحة العافية لخدمة زوار أبا عبد الله الحسين خلصت هاي الأيام ونظل نحسب لها السنة كاملة نظل نعد ونحسب على أنه ترجع لنا هذه الأيام وأيام أنا أعتبرها مو من عمرنا يعني أيام الله بس الله يدري بها أيامك نبقى في ونخدم الزوار وغدا يبدو لنا